السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله اليوم المنتظر في طلوع السمان عندنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده درجة الحرارة بنظبطها على 37.5 اخر 3 ايام من طلوع السمان بتاعنا. تعالوا كده نباشر على السمان بتاعنا ونشوف الاخبار ايه، ونشوف احنا عاملين ايه جوه الفقاسة. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، السمان عندنا طلع النهارده. طبعا يا جماعه عشان احنا في الصيف وفي الحر، فالبيض بيبقى يطلع بدري يوم، يعني بيطلع يوم 15 في الشهر عن فصل الشتاء، لان بيبقى طبعا الجو حر زي ما انا قلت لكم، وبيبقى البيض يشتغل قبل ما بنحطه في الفقاسه، فبيطلع بدري يوم عن فصل الشتاء. يا جماعه تعالوا كده نشوف احنا طلع لنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الصيصان طلعت لنا اهي، وفي بعض البيض بينقر اهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة بينقر هنا اهو، كان بيضة وفي الآخر هناك ناحية الشمال خالص اهو بينقر، وفي كتكوت بيطلع هناك اهو زي ما انتوا شايفينه قدامكم على طول اهو. طبعا في خطوات يا جماعه لازم نتبعها علشان يطلع معانا باذن الله قطيع الصيصان. زي ما انتم شايفين كده هنتبع الخطوات، هنقول لكم على ايه الخطوات. اول حاجه احنا بنجهز يا جماعه البيض بتاعنا، وبنجهز الذكر والنتاية عشان ناخد منهم بيض مخصب جيد للتفقيس. طبعا بننزل للنتي وللذكر يا جماعه برفع مناعه، لازم رفع المناعه ده عشان يرفع معانا نسبة الفأس في البيض يا جماعة. فالناس اللي عايزة تطلع بيض للتفقيس لازم تجهز الذكر والنتي علشان تاخد منهم بيض مخصب جيد. بنحط لهم رفع مناعة طبعا في المية، وكمان البيض يا جماعة بنختاره بيضة لا كبيرة ولا صغيرة، لان الكبيره بيبقى فيها صفارين، والصغيره بيطلع حجم الكتكوت صغير جدا وبيعذبنا بصراحه في التربيه بعد كده. فاحنا بنختار بيضه وسط لا كبيره ولا صغيره. عايزه اغطيهم بس علشان ايه ما ينطوش. وزي ما انتم شايفين كده انا عملت ليهم تحت عشان الدور اللي فات كان غرق مننا كتاكيت، وقعت تحت غرقت. جبت يا جماعه اللي هي الرف بتاع الفرن وحطيت عليه سرند، وحطيته فوق مباشرة الساك بتاع المية علشان بإذن الله لما يقع كتكوت ما يقعش يغرق في قلب المية زي كل مرة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لازم نرفع نسبة الرطوبة يا جماعة في قلب الفقاسة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حاطة البخاخة هي يعني في الفرن علشان تبقى بدرجة حرارة البيض ودرجة حرارة الكتاكيت ما يعملهمش صدمة، ما تبقاش المية باردة ما تعملهمش صدمة. طبعا وفي اخر 3 ايام بنحط معلقة خل في المية، وبنقول خل طبيعي، لو مش متوفر الخل طبيعي مش بنحط. وتبخوا يا جماعة البيض بتاعنا 6 مرات في اليوم، حوالي من 4 ل6 مرات في اليوم اخر 3 ايام. خلاص ده حاجة لازم انت ايه تبقوا عارفينها كده. بنبخ يا جماعة، بصوا هقول لكم بنبخ ازاي من الجوانب عشان نرفع نسبة الرطوبة. والناس هتقول لي انت بتعرفي نسبة الرطوبة ازاي هنا؟ انا ما عنديش طبعا جهاز لقياس درجة الرطوبة، فهي حاجة بديهية كده، بتحط ايدكوا في جوه الفرن بتحس ان في بخار مية جوه الفرن. بنبخ كده يا جماعة من الجناب زي ما انتوا شايفين كده، كده من هنا كده وفوق البيض كده اهو، بخة بسيطة خالص فوق البيض، بس احنا بنزود نسبة البخ في الجوانب بتاعة الفرن كده يا جماعة، وعلى البيض بخة بسيطة خالص علشان ايه ما بنغرقوش، احنا بنبخ بخة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. وطبعا يا جماعة احنا بنبقى نجمع البيض على مدة 6 ايام. لو البيض قعد اكتر من 6 ايام تجميعه انصحكم بلاش تفقسوه، لان مش هيطلع عندكم نسبة كويسة، ولو طلعت هتبقى يعني ضئيلة جدا. فاحنا بنجمع البيض من السمان خلال 6 ايام. طبعا وقبل ما بنحط البيض في الفقاسة احنا بنجهزها وبنشغلها لمدة 2 ساعة على الاقل علشان نسبة الرطوبة تعلى فيها وتبقى دافية، والبيض ما يبقاش فيه صدمة ليه كده على طول مباشرة، لا بيبقى نحط على طول بنجهزها تسخن وبنقوم حاطين البيض فيها على طول.
وطبعا زي ما انتوا شايفين انا حاطه طبق مخرم وحاطه تحته حته ستاره برضو مخرمه، لان طبعا ابو حمزه في دوره التكئيس اللي فاتت كان حط نشاره وكان مبخش البيض بس من اول ما حطناه، فطلعت عنده نسبه الفأس قليله. فزي ما انتوا شايفين كده، هي حطوا حاجه ستاره خفيفه كده ورصوا فيها البيض، والبيض تكون غرفه الهواء العارضه فوق يا جماعه، والبوز لتحت باكد للمره المليون غرفه الهواء تبقى لفوق علشان دي اللي بيطلع منها الكتكوت، وبوز البيضه لتحت. وطبعا احنا لما بنحط البيض في الفقاسه يا جماعه ما بنقلبوش الا بعد 3 ايام. بعد 3 ايام بنبدا نقلب البيض بتاعنا، وكل لما تيجي تقلبهم بتبخي البيض عندك ميه خلاص، يعني كل ما تيجي تقلب البيض بخ مرتين ثلاثه في اليوم، تبخي البيض بتاعك زي ما انا قلت بخه خفيفه كده من الجوانب، تبخ كتير وعلى البيض رشه خفيفه كده عشان نرفع نسبه الرطوبه في الفقاسه. طبعا وفي اخر 3 ايام يا جماعه من طلوع البيض في الفقاسه بنزود نسبه البخ من 5 لـ6 مرات في اليوم خلاص، عشان تبقوا عارفين اخر 3 ايام من طلوع الكتاكيت في الفقاسه بنزود نسبه الرطوبه ازاي، ان احنا بنبخ من 5 لـ6 مرات في اليوم علشان نرفع باذن الله الرطوبه لـ70%، وعلشان قشره البيضه كمان عندنا ترق بالخل اللي احنا بنحطه، وعلشان البيضه ما تبقاش الكتكوت طلع فيها ناشف كده ويلزق في قشره البيضه، فيبقى عنده رطوبه كده البيضه تطلع الكتكوت يطلع بسلاسه من البيضه. طبعا ما ننساش درجه الحراره يا جماعه، بننزلها في اخر 3 ايام من 37.8 لـ37.5، بننزلها 3 درجات علشان الناس تبقى عارفة، لأن الناس بتسألني كل مرة على الأسئلة دي، فأنا بجاوبكم عليها هوني في الفيديو كلها علشان يبقى أنتوا عارفين كل حاجة عن التفقيس. وناخد نظرة أخيرة كده على الكتاكيت بتاعتنا. طبعا أنا مش هطلعها دلوقتي يا جماعة لأنهم لسه مبلولين، الكتكوت طلع خلاص من البيضة هناك اهو، بسم الله ما شاء الله طلع دماغه خلاص من البيضة. ودعونا يا جماعة إن البيض كله يطلع. احنا يا جماعه دلوقتي احنا اخر النهار، طبعا طلع عندي ما شاء الله السمنه اللي وريتهولكم، ودلوقتي احنا اخر النهار، المغرب هتأذن اهي زي ما انتم شايفين طلع بعد الصيصان لسه اهي، ولسه زي ما انتم شايفين باقي البيض في منه ناقر وفي لسه خالص، ما يعني شايفين على الشمال خالص اهو يا جماعه على ايد الشمال البيضه بتنقر اهي لسه، يعني لسه ما شاء الله البيض شغال نقر، لان طبعا زي ما قلت لكم ان هو طلع بدري يوم عن الميعاد المحدد اللي انا محدداه ليه في الطلوع، عشان احنا في فصل الصيف يا جماعه احنا في الحر، فده ممكن وارد جدا ان تبقى حاسبين للبيض يطلع في يوم تلاقيه طلع في يوم تاني مختلف خالص علشان احنا في الحر. طبعا ما ننساش كل ساعتين يا جماعه البخاخه ضروري جدا، البخاخه زي ما انا هبخ دلوقتي كده في الجوانب يا جماعه كده هنا كده، ما يهمش وجود السمان مفيش اي مشكله، احنا بنبخ كده فوق السرنده اللي انا حطها دي علشان برضو هما بينطوا ساعه ما بيجيلهم اي فرصه ان هما ينطوا فبينطوا بره، فانا حاطه لهم دي برضو احتياطي. وما ننساش برضو اللي انا قلت لكم عليها دي اللي هي السرنده برضو تحت على السلكه دي الرف ده علشان ما يغرقوش في الميه اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله زي ما انتوا شايفين كده. فين كده يا جماعه حطيتهم في حضانه استقبال التكاكيت بتاعتنا اهي، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، طبعا لسه زي ما قلت لكم لسه بقيه الكميه كلها ما طلعتش، فانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو على الكميه اللي طلعت لي وكميه البيض اللي هتفضل ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اهو، طبعا والاكل مطحون والميه قدامهم، واللي اكل واللي نايم شايفين نايمين ازاي، ده واحد نايم نايم خالص يعني صحه يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولازم يا جماعه قبل ما تحطوهم في الحضانه تكون مشغلينها قبلها بساعتين على الاقل عشان تتدفى، يعني تبقى بدرجه حراره جسمهم، ما تاخدهمش من السخونيه على طول على البرد على طول، ممكن يعيهم او يجيلهم برد او كلام من ده، فخلوا بالكم من الموضوع ده قوي يا جماعه.
ما انتوا شايفين كده يا جماعة، اللي نايم واللي بتمطع واللي قاعد اهو، شايفين؟ طبعا ده ازاز. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله بعد ما يطلع كل البيض وهنوريكم برضو النتيجة النهائية ان شاء الله. ادعوا لنا كده يا جماعة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوناش بفائد دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.